يا شنو هالمكان هو؟ اي والله لك مان جايبنا شوقي معقوله؟ عمي شوقي ملك الاناقه وملك الفلوس. لكن لو بكيوب لك كان يسمع بليارد. والله ما ادري شنو كيوب؟ حتى مكيسه بال 15 هم. ابو عليو انت متاكد من هذه العزيمه؟ لو نبي ذيك الشغله بلكي تيجي هسه خلينا نشوفها. هسه الحزن على المتورطين. خليك لا يجي هسه. هلا هلا السلام عليكم. هذا بالعلم. هذا بالعلم. ها شنو؟ ها شنو؟ موبايلات شنو ثقيل عبالي بسط راح يبيع بيهم ثقيل لك تم غير نواقيس شكو خير يا صدق ما جت الفاتحه يا فاتحه خالي قلت لهم ما جو شنو قلت لهم ما جو شنو قلت لهم ما جو شنو شو وقت مات شو وقت هاي روت البارحه دنيا احترقت ماكو قناه ما نقلتها روتانا سينما ام بي سي يا روتانا سينما عبالك لعشه وكذب ابد ما يكذب وشنو سولف لي سويناها بساعه التحرير كلها جت شنو ساعة التعرف شنو بابا كذب عليك؟ شوفوا هذا مظاهرة العيد ابد ما كذب معود ايش بكته؟ مو صحيح لا هذا شاهدي وياي روح لك شنو وكلت العالم ما وكلته؟ انا وكلت العالم تسمع المصيبة خابرني وزير النقل ايه مطارات كلها قبطت فوكس يا معود اربيل مطار بغداد مطار المثنى مطار المدري منهم كلهم مقبطات كلهم مقبطات صار انزال يجون ينزلون شوب ابو جواد ابو جواد من هذا؟ شاي تشيل براس شارع؟ بابا كاظم الساهر يا بشوق ما يكذب ايش بك يا معود بعدني ما مكمل الله بالخير شوب ابو وديع ابو وديع هذا مو يبلش بالطوبشي لك بابا جورج وسوف ها جورج كرار يا بشوق قبل ما يكذب ايش بك يا معود عمي شنو هذا الكذب اقول لك ما اكذب وحق ساحه كهرمان ساحه لا هذا احلى بساحه كهرمان يا انت يا بعد ابد ما يوفى وانا قداي وانا المصيبه المصيبه وين؟ وين المصيبه؟ وين؟ اسمع لك عياط مين؟ ثغيب ثغيب ولطم من سوق الغزل من سوق الغزل أي. انا بعشقك انا وقف هاي مو مياد علاوي مياد حنان يا مياد حنان ايش تعرف الفنانين وشنو شلون هاي مياد تسوي خما سوت شقت ثوبها والفاتحه كلها دارت وجهها شقت ثوبها ام داني والله شلون ما رحت مياد شق ثوب وانا ما موجود هسه تعال شق الثوب لو توصلني لا دارت بالطبخ مالتهم الطبخ شلون يصير على الطبخ بالتانك مال باب الشرجي واحد من الطياره يدرخ هذا السوق هذا بس السوق زين التمر شلون سويته مطرت شنو مطرت الدنيا احترقت ما اكذب عليك وحق ساحه كهرمان يا بشوق قبل ما تكذب لا ساحه كهرمان ما يكذب بها ابد زين سولف لي شكو مفاجاه ما صارت من نام اني جو بالليل ذولا كفيتهم وجا بالليل جت منه احلام وربعها من دبي معود يا احلام ساحه كهرمان شعبالك لا شوق ابد ابد ما يكذب ساحه كهرمان ابد بالمكان يعطيك اياها زين بيش جو باخره من البصره باخره من البصره مينو جيبوا لك الاطارات بين سلام 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 سكافني فاتح اي وشنو فاتح غير جاي يسوون زين دول لك ايش وكلتهم تخلصت بعد خلصت وحرجوني بالليل وسرفلك بوحدي على جسر الجمهوريه سبع يسوي توب 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 شنو منضده لك بابا مو منضده فلافل نهار دجله احلام تاكل فلافل فلافل شلون يطلعهم كله بالشبج ما يلحقون ذولا غواصين يا بشوق قبل ما تكذب ايش اقول لك وحق ساحه كهرمانه لا ساحه كهرمانه انت بعد ما تكذب ما تكذب وكل شيء موثق اقراص فادي حداد اجي 999 كاميرا الدنيا احترقت ولك هو دز 30 كاميرا ايش دعوه هالقد غير فاتحه مالتنا انا ما اكذب وحق ساحه كهرمانه يابا ما تكذب ايش بيك يا معود غير شوقي راح اموت راح اطق راح انفجر مالك بعد ما اتحمل لك ذولا عمال الخياس ايش بيهم العمال خجلوني ويا احلام ليش هو اتصلك الفضل شلون لك باب هو جاي يحكي لك علي اي الفضل ماكو اربع كرفانات اي ست حاسبات كلها تحويل إيه؟ توب للسويد توب للسويد توب للسويد توب للسويد كرفانات هذا ما يكذب يا ما يكذب معود ايش بيك؟ ساحه كهرمان وشنو يعني هاي هيك يعني احلام جاي تعطي فضل قالت ليش قد ما تقطع اقطع وصفر الفيزا كارت مالتها لا هذا خلاك موقف محرج كل شو اسوي؟ لا 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 هذا صدق من الاطلب انت اخوي فول بس عيب عليكم ما جبتوا القطعة من البصرة لدهوك يا بي ما كذبش حق ساحة كهرمان اكبط من قلبك شنو القطعة هاي القطعة بس ما تنعى ايه ايش بيها زين بيش كتبوها شنو بيش كتبوها ابو جرجر يخط ابو جرجر ايش بيك راح تموت اشرب لا خاب انت انا عبال انا تشد يا بي شوق قاعد ما كذبش فيك لك وحطني يا بي بس ولف للتنقيط مال تنعى تنعى بالجرجر ايه والتنقيط بالبهبهان ما يلحق تنعى مين؟ من البصره الواسط الله اكبر شعبالك لعب اي تنعى ايه غير شوقي ابد ما يكذب يا عاد جاي اقول لك انا ما اكذب خليها ببالك
اوه الو اصاله نصري اوه يا بهي ما كذب يا اصاله يا بشوق اكبر كذاب يا بدروح اصاله تعال قوم تعال عود الولد من وراك الخربط يوم تقول يا باقي بس عيب ما تجين لك هو حسين البصري ما يعرفه يا بدروح اكبر كذاب هذا لك دوش عين دوش هذا راح يموتني ام زيان راحه وحنان الف رحمه على والديك ايه خلصتين يا بس ما اتفقنا على 50 دولار يلا ماشي ماشي انا بطيك باي باي